سيداتي سادتي، أحدثكم اليوم من كيبيك وأنا أحمل في قلبي وعقلي هم واحد، وهو الدفاع عن زوجي رائف بدوي الذي يقضي عامه الثالث في السجن لمجرد أنه مارس حقه الطبيعي في التعبير. تارك خلفي 3 صغار تعجز براءتهم عن وصف ومدى تألمهم على فراق حبيبي وحبيبهم رائف. سيداتي سادتي، رائف بدوي ليس إلا مفكر مسالم لم يرضى أن يكون من ضمن القطيع، يتبع رجال الدين يعيشون خارج الزمن ويحكمون بشريعة الظلم والاستبداد. لقد كان شجاعا بما فيه الكفاية ليرفع صوته عاليا ليقول لا لهمجيتهم وطغيانهم، فما كان منهم إلا أن أوسعوا جسمه النحيل ضربا بسياط جهلهم. 50 جلدة تلقاها كانت كافية لإشعال احتجاجات كبيرة لم تهدأ حتى يومنا هذا، من كوريا واستراليا حتى أقاصي كندا. الجميع على اختلاف أجناسهم يهتفون أنا رائف. سيداتي سادتي، إن هذه الجائزة العظيمة تحمل الرقم 12 في عدد الجوائز العالمية التي منحت لرائف في أقل من عام، فضلاً عن ترشيحه رسمياً لجائزة نوبل للسلام. إنني أتشرف بقبول جائزة بنتر من منظمة القلم الإنجليزية، وأتقدم بعظيم الشكر والامتنان للشاعر البريطاني جيمس فينتون على اختياره رائف بدوي ليشاركه في النسخة الدولية من هذه الجائزة المرموقة، كما أن لحضور السيد جيمي ويلز لاستلام الجائزة نيابة عن رائف عظيم الأثر في نفسي ونفس رائف وكل الداعمين له. فكل الشكر للعزيز جيمي، وكل الشكر لمنظمة القلم الإنجليزية، وكل من يدعم رائف في هذا الحفل. شكرا من الأعماق.